شكون طاح؟ شنو طاح؟ واه يا هول بينك طاح يا برو. يلا لانتي ترى بينك طايح. ثانكس دوت نت جيمرز كوميونيتي، يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم فرات حميده وميكرو. اليوم نهار السبت 24 اوت 2024. ثم تتابعوا في البينك طايح على ام تي اش ميديا تالنتاب على اي اف ام احلى راديو. هذا اول برنامج عالمي تونسي يهتم خصيصا بالجيمينج بالديفلوبمون دو فيديو وبالاي سبورتس في تونس. معكم ان شاء الله كل نهار سبت لقيت هذا من 10 حتى كشي النص الليل. برشا جو سسبانس يسنى فيكم مع التشكيله اللي حاضره معنا اليوم. نذكر اللي تنجموا تابعونا على لايف ستريمينغ على باج فيسبوك كم تاعنا راديو اي اف ام، كيف كيف على الباج فيسبوك ام تي اش ميديا تالنت هاب. تلقاونا زيده 24 ساعه على 24 على اي اف ام تي في على يوتيوب. ليميسيون هذه مجعوله باش تلم الكوميونيتي تاع الجيمرز على نيوز لاكтуаليتي والانترتينمنت زيده كل جمعه. تيم جديد وضيوف جدد يرافقونا لمده ساعتين من زمان هير انوير ايلز في البينك طايح. دونك الحكايه بدات معناها من الاول الاج دي 10 وقتها يا حسره من عاش كنت تفكر اكل كلي اليو اس بي وتحط فيه الفيس كونيكسيون تتعارك مع التكنولوجيا. انا اكبر منك شايف العمر دونك اكزاكتومون. دونك انا بديت في الجيمينج اونيتمون من الاول لي جو بي اس وكفريف والحاجات هذوكم الكل سي اس و فالو توا شد الحمد لله فالو عجبتني هذيك على الاخر. وساعتني نجرب حاجات كومبا كيما مرت الكومبا وفما تيكين كل مره كيفاش اما فوالا اكزاكتومون ياسر ريليتد بالجيمينج. حبيت نكسر الريتم شويه قلت علاش ما نجربش كومبيتيسيون وحاجه تونسيه وبالكشي تختف معنا. بون ما كنتش متوقع اني نعمل ريكور به كيما هذاك فركونتر حاجه به على الاخر تاع اجي نحطوا العبيد في الايطار الريكور هذيك والكومبيتيسيون هذيك. اكزاكتومون. كيفاش قداش عمرك انت هادي؟ باهي انا 22 سنة. بديت الجيمينج صغيره متوسطه نقولوا 10 سنين. 10 سنين ما تبدا بديت هكا سبب كملت الحمد لله سبب لقينا روحنا عرفتك نجريو على الوقت. هي قيدتها وانا نسيت روحي وبعد هي اكتشفنا اللي هي تقيدت وتحب تنحي وانا طلعت نلحق في روحي. من الاول بدت هكا كاتاستروفي شوي. بعد الحمد لله كي تنظمت الامور لحقنا لقينا روحنا سي بون جونا بي. هي في كيب على روحها وانا في كيب على روحي. العبيد فهم من الاول اللي قاعدوا شبيهم كل واحدة في ديفيرونت اكيب وفرد لقب صحيت خويت. خويت اوكي هذه المعلومة ما خطر ما قلتهاش. اكزاكتومون احنا خويت مانيش بنات عم ذي نصلحها لعبد الكل. دونك قيدتها انا فرانشمون ديما نكذبش عليك كانت الفكرة من عندي انا حبيت نجازف شوية. قيدتها عملتها سوربريز قلت لها اسمعني الو حنين لازمك تروح. هي كانت وقتها تعدي في فاكونس في المهدية قلت لها تروح لازمك في اخر وقت. قالت لي شبيك شفما قلت لها من الاخر راك مقيدة في تورنوا لازمك تلعب. تحطت في عرفتك موقف خايف شوية اما شجعت حقا متاع ربي. انا كنت كالي اليز واكسبيريونس وديجا وقت يسرو فيه قلت لهم انا لو جعلها هكا جوش نحب نجرب نحب نفهم روحي هي تبدا هكي كارا فوالا اكزاكتومون. بار كونتر هي لا حنين قلت لها انا معنا عندي كونفيونس ان توا نجم تريق الامورك كون اليز وكها. بار كونتر تخشت مني قالت لي خليتني في اخر لحظه انا اللي الحق نتاع ربي كنت ياسر اليز تعدى الجو بارفي غران ميرسي لتونس والفتيا بالرسم يعملوا ان غران افور. شنو تقولوا؟ قولوا لنا كومونتير ساعه ياسين عادي استجدي ولي ومالك ما تستنيش الكومونتير نجم تقول لنا من تو يجي قبل الاخر هلاك عنده فرصه معنا. لا انا نقول باش يترشح للماب اللي بعده. حلو كلك في الرؤس حاولة تبدي في الرؤس قال لك موضة جديدة هي جدا. لا منزلت القديم. موضتك انت القديم شوفت شوفت ايجا نحسبه له قرش مرة بشي تيح هذا حاصل معاشر يعني طالده نحسب هذه الثانية شي ليه نقص عيد ليه بشي ترشح اذا المتنفسين مش ولا بد
اي مش قويين برشا ظاهر والله انتوما خلص اما ستريس اللعبة راه ستريس برشا بالرسمي على لا يوصل لي يعطيه الصحة صل من الأولانيين زاد